نبتدي دايما لان شعارنا هو الحب. بتقول فقد بدا وجودنا بالحب فلنفقد من روح الله وذهب ادم الحياه كانت قمه الحب واستمرار وجودنا ايضا لا يتحقق الا بالحب. كنا بنتكلم عن العلاجات التحليليه الجديده وقلنا ان دول اسمهم الفرنسيين الجدد ويسموا نفسهم السايكودياميين وقلنا ان هم الفريد معمر ورواد سايكولوجيه الانا ورواد العلاقه بالموضوع ورواد العلاج الدينامي المختص. تكلمنا عن الفريد معمر وقلنا ايه المفاهيم بتاعت الاساسيه بتاعته. اتكلمنا عن نظريته في المرض النفسية واتكلمنا عن أنماط التربية بتاعت أنفر الأمر اللي هي نمط المدلل ونمط المتشدد ونمط المهمل واتكلمنا عن أنماط التربية بتاعت محمود حمودة وقلنا إنها التربية بالعقاب والتربية بالمكافأة والتربية بالحب وقلنا إيه أهمية الذكريات بتاعت الطفولة عند أمر وهنشوف ده كمان من خلال فهمنا نفسي للمرضى بتوعنا من خلال نظريه أكثر في المحاضره بتاعت النهارده. وقلنا ايه اهميه النفس البشريه وانه هو ده بقى الاول المحاضره بتاعت النهارده اللي هي ايه اهميه فهم النفس البشريه. طبعا عشان تعالج واحد لازم تفهم ايه نفسيته والا مش هتعرف تعالج. عشان كده بيقول لما يبقى مفيش فهم للاخر يبقى فيه غرب عنه. واللي بيربوا اطفال للاسف الشديد كتير من الاباء والامهات ما بيفهموش ابنائهم وبيشتكوا الابناء بيشتكوا من عدم فهم الاباء ليهم وده بيحصل كتير لما بيجي المراهقين من سن 12 كده لغايه 21 سنه بيشتكي ان اهله مش فاهمينه وان هو اخواتي وهو اخواتي وانه محبط من عدم فهمهم له وده طبعا بيتسبب او بينشا عنده اضطراب سلوكه او يحصل عنده اضطرابات مرضيه تستفز وتستثير الايه؟ الاهل وتضايقهم. فبيجيبوه عشان يتعالج فبيقول هم مش حاسين بيا ولا فاهميني ولا فاهميني لدرجه ان كان فيهم مراهقه قالت لي يا دكتور هم فاهمين ان احنا بقر كل اللي يهمهم انهم ياكلونا ويشربونا ويلبسونا لكن ان احنا بني ادمين ولنا جانب معنوي وجانب نفسي وانهم يراعونا ما بيقولوش كده يا دكتور. انا من احنا محبطين وشايفين ان احنا عايشين مع عالم ما بيفهموناش وحاسين بوحده شديده جدا. عشان كده بتقول انه الارض او انت كمعالج لازم تحط نفسك عقليا مكان الايه؟ الشخص اللي انت هتعالجه او الاب يحط نفسه مكان الايه؟ مكان الابن ويبتدي يفهمه ويركز ازاي هو بيفكر عشان يقدر يساعده. ازاي نفهم الخصائص المميزه للشخصيه؟ ده بيتم من خلال ملاحظتنا للشخص البالغ وبيقول ان دي دايما انعكاسات مباشره لخبرات الطفوله. يعني اقدر بياكد دايما على خبرات الطفوله وانها مهمه قوي بالنسبه للطفل وبتاثر فيه وبتقول ان هو شخصيا اقدر كان عنده عرضة النقص وهو صغير عشان الأمراض اللي جات له وعشان التأخر الدراسي اللي كان بيتعالج منه. فعشان كده بيقول إن الشخص ما بيخرجش عن الأنماط السلوكية اللي اتعودها في المراحل المبكرة من حياته وإن فهم النفس البشرية لازم يخلينا إحنا كمعالجين نفسيين نبقى متواضعين. لأن بعضنا بيكبر وبعدين ما بيصدق يفهم
كلمتين من العيان وابتدي اقول له ايوه اصل انت عندك مش عارف ايه عشان ايه عشان ايه عشان عندك في ايه عشان ايه ايه وايه وابتدي يديله تفسيرات. طبعا ده تسرع. اقدر بيشبه ان ده تسرع زي الطفل المندفع اللي ما عندوش صبر وبيستعرض مهاراته قدام العيان بشكل غير ناضج بحيث انه يوصل للمريض معلومات غير كافيه عن فهمه النفسي. عشان كده بيقول ان المفروض ان احنا لازم نبقى ايه؟ عاملين طالما بنشتغل في الميدان النفسي ما نتسرعش في تفسيرات ولا تأويلات الا بعد ان نفهم المريض جيدا. وبيقول لو علم شخصين اتنين عاشوا نفس الخبره فتأثيرها بيبقى مختلف على كل واحد منهم. وبيضرب مثال بكده ان في اتنين من الجنود كانوا فقدوا ذراعهم خلال الحرب وتم علاجهم وبعد ما تعالجوا وخرجوا للحياه هو قابلهم بعد عده سنوات فماذا وجد؟ وجد في الشخص الاولاني انه ناقم على الحياه ويائس وبيتمنى لو كان انه مات وبيقول انه لو كان مات كان افضل له من انه يفقد ذراعه. يعني كان شايف ان الموت احسن من انه يفقد ذراعه. نشوف التاني بقى. التاني اللي هو فقد ذراعه زيه بالظبط ناجح وعنده اسره وبيعيش حياه هانئه وقال ان هو بيستطيع ان يمارس حياته كلها بذراع واحده. وبيستغرب ليه ربنا خلق لنا ذراعين لما كان ممكن تكفي ذراع واحده. يعني شايف كمان الذراع الواحده دي ايه؟ كافيه وما عندوش اي احساس بالنقص. والمره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت كلمتكم عن ستيفن هاوكن وقلت لكم الراجل ده كان مشلول بالاربعه ومع ذلك عمل النظريه الكونيه اللي بتفسر علاقه الكواكب والنجوم ببعضها ونظريه الثقب الاسود اللي هيبتلع او بيبتلع الكواكب والمجرات. طبعا قال ان كل واحد فينا بقى طبقا لكده بيلون الخبره طبقا للبناء النفسي بتاعه وبيحورها وبياخد منها اللي يساعده. وطبعا في منا كتير بيكرروا الاخطاء بتاعتهم. لكن انت لو حاولت تقنع واحد فيهم بانه ما يكررش الاخطاء بتاعته فهيقول لك ايه بقى؟ هحاول في المره الايه؟ القادمه. اللي هو بيقول لك احاول اصلح نفسي في المره القادمه دول قله من الايه؟ من البشر. لكن الغالبيه بقى يقول لك انا اتعودت على كده يا دكتور وخلاص التصرف ده بقى جزء من تكويني وانا مستحيل ان انا ايه؟ اغيره. ده واحد. الثاني هيقول لك لا ما هو العيب مش عليا. العيب في ابويا وامي اللي كانت مشاكلهم كتير وما ادونيش فرصه انهم يربوني وسابوني لجدتي وجدتي عملت وخالي سوى ويبتدي يطلق اللوم على الايه؟ على الاخرين. هيقول لك المدرسين بتوعنا ما كانوش بيعلمونا وكانوا سيئين. كان عندنا مدرس بيضرب وعصب الجرير وطبعا ايه؟ يعني هو السبب في اللي انا فيه. او ابنه يقول لما كانش حد بيهتم بيا وكنت مهمل او يكون عاش تبليل زياده في الطفوله بتاعته ويقول لك هم دللوني كتير وهم اللي افسدوني برضه. او انه اتعرض لكتير من الظلم والاستغلال في الطفوله بتاعته. وطبعا كل دي ايه؟ طبعا شفنا شيماء كانت ايه؟ بتعاني من الاهمال والابيوز اللي استغلت فيه في طفولتها وحتى بعد الجواز برضه الراجل اللي اتجوزها استغلها انها تبقى رحم وعايزها تمشي وتسيب له الولد عشان يربيه مع زوجته الاولانيه. فطبعا العذر اللي بيقوله اي حد من دول هو انه يتجنب المسؤوليات ويبرر سلوكه. اي حد يا جماعه بيبرر سلوكه عمره ما هيتغير وعمره ما هيتحسن. لانه طول الوقت بيدور على ايه؟ شماعه يعلق عليها الخيبه بتاعته
وسوء السلوك مش هنقدر نساعده، لانه طول الوقت بيوجد ايه؟ تبريرات. واذا كنت بتعاني واحد بالشكل ده يبقى لازم تفرمل التبريرات بتاعك وتقول له مفيش حاجه اسمها تبريرات، ولازم تواجه نفسك وتبقى صادق مع نفسك، وممكن تلوم نفسك عشان تصلحها. طبعا هما بيقول لك بقى ايه دول بقى اللي حصل لي ده، انا يعني كنت سويت الهوايه، وطبعا ما بيعملش مجهود كافي ولا هو ايجابي عشان يتغلب عن الاخطاء بتاعته، وطبعا هو هيستمر طول الوقت بيجري اللوم على الايه؟ على الاخرين، وبيمرر فشله ومش هيتحسن. ازاي بقى يتم الفهم الحقيقي للنفس البشريه؟ طبعا الفهم الحقيقي يمكن اكتسابه من انواع محدده من البشر. الغريب انه الانواع دي جزء منها اخطاوا واتاوا، اخطاوا ايه؟ واتاوا، لانه كافح ومشي في خطايا العقل والخطايا بتاعت الذنوب وغيره، وبعدين بدا يحس طريقه لفهم النفس البشريه وينقذ نفسه، وبدا ينقذ نفسه ويحيا بانه يصلح اخطائه ويصبح ذو قيمه عظيمه. ودول يعني بيقول ان دول يشبهوا ما كانوا في ايام الديانات الاولى العظمى، ودول اعلى قيمه من الرجال الصالحين، لان كتير من الصالحين طلع ايه؟ عنده اخلاق ومؤدب وكويس وبس، لكن ما شافش الجانب الثاني من الايه؟ من الحياه. اما اللي شاف الجانب الثاني من الحياه وعاش الخطايا وعاش 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 وبعدين رجع بقى عشان يبقى من الصالحين، فده صلاحه صلاح عن ايه؟ عشان كده بنقول اللي بيسلم من الاجانب بيبقى اسلامه ايه؟ عن حق، لانه عاش ايه؟ عاش الالحاد وعاش اللادينيه وعاش المركزيه بابعادها، وبعدين اختار انه ياخد دين ويعتنق هذا الدين، فبيبقى مقتنع به تماما. فبيقول دول اعلى قيمه من الرجال الصالحين اللي هم طلعوا من الاول، طلع من الاول واحد في بيئه مؤدبه ومهذبه وطلع مهذب وبتاع وكده. ده بيبقى البناء بتاعه ايه؟ هش وضعيف، لانه ما اتعلمش ازاي يبقى قوي، وما اتعلمش انه يجالب المعاصي ويتغلب عليها ثم يعود، ودول بيروحوا بسرعه قوي، عشان كده يبقى عن نياته وبسرعه جدا ممكن ايه؟ يجرفه الطيار ويبقى شخص غلط. طبعا بيتساءل اقدر ازاي الفهم ده بيجي من خلال الناس دول؟ بيقول انه لما واحد يكون يعني عدى المستنقعات وعدى الصعاب وتغلب على تجارب كتيره واستفاد من تجارب كتيره، ده ممكن يبقى فاهم جوانب الخير وجوانب الايه؟ الشر، وممكن يبقى مر بحاجات عمليه كتير صقلته وادته احساس بالقوه، وعشان كده هو احسن من اللي هم لم يخبروا الا جانب الخير بس او اقوى منهم. وطبعا في امثله من دول، فاكرين طبعا عمر بن الخطاب كان ضد الايه؟ الدعوه، وعاش ضدها وراح ضرب بزوجته واخته وبهدله، وفي الاخر قلب، وبعد ما كان ضد الدعوه بقى من اهم انصار الدعوه، وبقى خليفه المسلمين الثاني وعمل دور كبير جدا. خالد بن الوليد تسبب في هزيمه المسلمين في غزوه احد، من كتر ما عنده عداء للمسلمين وفضل عنده عداء لهم لغايه ما ساب طريق الكفر وراح طريق الخير، وبقى سيف الله المسلول، وكان مفيش معركه بيقودها الا كان ينتصر وببراعه شديده جدا، ويعني كان شخص خرافي لدرجه ان عمر خاف عليه من الغرور وخاف ان الناس تفتتن به، واخذه وخلاه يبقى تحت امرة حد تاني من الصحابة عشان ما يتغرش والناس تفتتن بيه.
لكن التاني اللي بقى هو تحت امرته برضه كان بيمثلوا الحاجات اللي ايه المهمه اللي تخليهم يكسبوا في المعارك. طبعا عندنا نموذج بتاع عفريت القيس اللي هو رمح العدوي اخذ النص عمرها في خبرات، وعشان كده لما بعت صالحة بعمق شديد جدا، وهو ده اللي يقصده مين؟ انتر. انه اللي بيطلع في الخير بس من الاول بيبقى ضعيف ومش قوي قوي، لكن اللي عاش كل جوانب الحياه شرها وخيرها بيبقى فاهم الدنيا اكتر وبيبقى شخص يعتمد عليه اكتر. طب بنتساءل ان ازاي اهدافنا بتوجهنا؟ فاكرين هو كان بيقول لنا احنا عندنا اهداف نهائيه وان احنا بنعمل للوصول الى الاهداف النهائيه اللي احنا عاملينها، وعشان كده قال احسن طريقه ان احنا نتخيل النفس الانسانيه انها مجموعه من الاجزاء المتحركه القادره على النمو والتطور، وانها بتسعى لتحقيق هدف، والهدف ده هو التكيف والتلاعب مع البيئه، وطبعا ده هيتبعه انه يجد الطرق اللي يعبر بيها عن نفسه واللي يحقق بيها الهدف، وده طبعا بالنفس الخلاقه اللي موجوده جواه واللي احنا قلناها في المحاضره الاولانيه، انه في نفس خلاقه تستطيع ان توجد الحلول وان تصل بالشخص الى التكيف والنجاح. وقال انه ساعات الشخص يمر بخبره، هذه الخبره تخليه يتوقف عن اخذ قرارات. فاكرين لما كنت بكلم حد النهارده وقلت لها انها تفضل حد وتاخده مكان التاني، فده بيخلي التاني يتصدم وانه يخاف ياخد خطوه في اتجاه انه يرتبط بحد تاني بديل. فالمثال بتاعه اللي بيقول انه طبعا ذكريات الطفوله بتحكم الحكايه دي قوي، وقال انه ده كان ولد عمره 4 سنين وكانت امه في السوق بتشتري حاجات، وبعدين بعد ما خلصت شالته، ولكن بعد ما شالته خدت بالها ان اخوه الصغير احق منه بانها تشيله، فراحت منزلاه وشالت اخوه الايه؟ الصغير. ترتب على ده ايه؟ ترتب على ده انه بقى عنده عقده ان يرتبط بواحده تسيبه وترتبط بحد ايه؟ تاني. فكان خاطب واحده ووقف الخطوبه بتاعته ليها رغم انه بيحبها. ليه؟ لان عنده العقده بتاعت انها ممكن تسيبه وتحل محله حد تاني. فعشان كده ما بقاش عنده ثقه في الستات، وبقى عنده عدوان تجاههم، وما ارتبطش ولا خطب ولا عمل اي حاجه خالص، وهرب من الخطوبه وعلق الخطوبه اللي كان هيعملها برغم ان هو بيحب الستات جدا. ايه اهميه الحياه الاجتماعيه المشتركه؟ تفتكروا الحياه الاجتماعيه المشتركه اللي احنا عايشينها دي لها قيمه؟ ولا الاحسن ان كل واحد فينا ينعزل ويعيش في صومعه لوحده؟ ايه رايكم؟ ها؟ ولا الحياه الاجتماعيه المشتركه دي غيرت التاريخ؟ طبعا. وطبعا الطفل دايما بيبقى عايز ايه؟ يتغلب على اللي بينافسه وبيجاهد في سبيل التفوق. وطبعا لو قارنا قوه اي انسان تيجي حاجه جنب قوه الفيل، مفيش، يعني الانسان ضعيف. انما بتكون المجموعات مع بعضها البشر كمجموعه، وبانهم يفكروا بوجود اللغه ووجود التفكير، وانهم يصلوا الى اتفاقات بحيث انهم يعملوا حاجات تحميهم من الذئاب ومن الوحوش ومن التقلبات الجويه والاعاصير والثلوج وغيره وغيره وغيره، ده بيخليهم يبقوا قوه، وهذه القوه بتنقذهم وقت الضروره. يبقى اذا اللي بيخلينا ننجو ونتكيف مش وجود كل واحد فردي لوحده، لانه ما يقدرش لوحده يحقق لنفسه الحياة
بيها، لكن يقدر بالبشرية لأن تعاونهم مع بعض خلاهم وصلوا للحاجات تعمل لهم حماية، وفي نفس الوقت تعمل لهم حاجات تخليهم يقدروا يعيشوا. يعني مثلا في أوروبا البرد والتلج شديد جدا، وبيجيلهم شهور يتحبسوا في البيوت من التلج اللي فوق البيوت، ما بيعرفوش يخرجوا. كان المتوقع انهم ايه؟ يفضلوا مدنيين ويفضلوا يقطعوا الشجر عشان ايه؟ يقطعوا الشجر عشان يشغلوا في المدفعة عشان ايه؟ يعيشوا داخل البيوت بتاعتهم وبس، وده كانوا بيعملوه في الاول. لكن بعد كده اتعلموا انهم ياخدوا المخلفات ويدخلوها في افران تطلع لهم تسخين، وهذا التسخين يصل الى البيوت ويعمل تدفئة في البيوت كلها. هل تتصوروا ذلك؟ وده عملوه بايه؟ بالعقل الجماعي والحوار والمنطق، وانهم يتعلموا وتراكم المعلومات اللي بيوصل الى انهم يحلوا مشاكلهم، ولكن ده لم يتم الا باللغه المشتركه والعقل المنطقي والحوار الجماعي اللي المجتمعات بتبتدي تحقق بيه كل اللي نفسها فيه عشان تحمي نفسها. ده كل الكلام اللي هو قاله عن العقل البشري اهو، والكلام اللي قاله كله عن أهمية الحياة الاجتماعية المشتركة، وعنده لو واحد لوحده عادي يحاول يعمل ده مش هيقدر يعمل حاجة، ولكن مع المجموعة وباللغة والحوار بيتعاونوا وبيقدروا يعملوا ده. وعشان كده الشعور الاجتماعي أو الحياة الاجتماعية المشتركة مهمة جدا. لكن هل الشعور الاجتماعي للفرد له أهمية؟ يعني ممكن يبقى فيه واحد عايش في مجتمع وما بيحسش شعور اجتماعي ناحيتهم؟ واذا كان ما بيحسش شعور اجتماعي نحو الاخرين، هل ده يوصف او يوصف بانه شخص صالح ولا شخص غير ايجابي؟ عشان كده دايما الشعور الاجتماعي هو اللي بينمي عندنا المثالية، وبينمي عندنا القيم اللي بنحدد بيها مين شرير ومين ايه؟ صالح. فاحنا من خلال شعورنا الاجتماعي بنقول الشخص ده ايه؟ كويس. ومن خلال شعورنا الاجتماعي بنقول الشخص ده ايه؟ شرير. وبالتالي بنصنف قدوتين، قدوه في الخير وقدوه في الايه؟ في الشر. فبنشجع الايه؟ الاجيال اللي جايه والاخرين لانهم يختاروا النموذج المقبول من المجتمع والشعور الاجتماعي بايه؟ يحبسه. فبيختاروا الايه؟ الصالح ولا بيختاروا الشرير؟ يختاروا الصالح طبعا. وعشان كده اتعملت الدساتير واتعملت القوانين عشان تخلينا باتجاه الشخص الصالح اللي بيفيد المجتمع. ونضرب مثال لدول لباستيل وفليمنج. عارفين باستيل؟ باستيل؟ ها؟ اتعمل ايه؟ عمل مسطرة الألبان. طب وفليمنج عمل ايه؟ اللي اكتشف البنسلين. البنسلين اللي هو يعني انقذ البشرية. ازاي بقى يتم نمو الشخصية؟ نمو الشخصية طبعا الطفل بيشوف ان مهم قوي انه ينمو عشان يعمل تكيف، وانه يقدر يدافع عن نفسه. وطبعا هو نفسه قدر كان ضعيف وكان بالنسبة لزمايله بيستضعفوه وكانوا يسخروا منه ويتنمروا عليه وحاجات كده، وقلنا ان ده سبب عقدة النقص بتاعته. لكن بيقول في خيارين، ان الواحد ممكن يبقى قوي ويقلد ويستخدم ادوات الكبار، وممكن يبقى ضعيف ويحتاج للعون والمساعدة ويعيش في دور الضعف ده. فالاولاني هيطور نفسه احسن عن القوة، والتاني يعمل ايه؟ يستنى ويتاجر بضعفه. مين اللي كان بيتاجر بضعفه هنا النهارده؟ هبه. هبه كانت بتتاجر بضعفها ومصره انها ايه؟ يعني شكلا هي جايه تتعالج، لكن حقيقه هي مش عايزه ايه؟
علاج، هي عايزه تستفيد وتستمر الفائده من ايه؟ من المرض اللي عندها، اللي هو اللي هي عاملاه بشكل نفسي واللي ملوش اساس بيولوجي خالص. فعشان كده هي بتتاجر بضعفها. ازاي الطفل بقى بيطور قدراته من خلال احلام اليقظه؟ بيقول انه كل واحد فيها يبتدي يصطدم بالواقع، فيلاقي ان قدراته في الواقع محدوده وان تغييره للواقع مش سهل، فيبتدي يتخيل حاجات تخليه يتغلب على الايه؟ على هذا الواقع. وطبعا انتوا عارفين واحد ضعيف والمريض هيتخيل ايه؟ ها؟ تخيل انه قوي ويتخيل انه بقى حد كده يعني قوي جدا لدرجه انه دخل الدوره الاولمبيه واخد ميداليه ذهبيه وحاجات كده ويعيش في احلام اليقظه. هل احلام اليقظه دي مفيده؟ هي مفيده انها تنمي خياله، لكن هل هي مفيده لو استمر عليها وادمنها؟ يعني احنا بيجي لنا طالب الثانويه عامه وبيجي يقول لك يا دكتور انا اقعد اذاكر اسرح وايه ويدوب ساعات طويله والاقي الصفحه زي ما هي بعد شويه، وواحد ساعات طويله على الكتاب. كان فين؟ كان في احلام يقظه. فاحلام اليقظه دي هل هي هنا ايجابيه ولا هنا مرضيه؟ مرضيه. والسبب في احلام اليقظه المرضيه صعوبه الواقع والهروب منه الى السهل، الهروب منه الى عالم اليقظه الجميل اللي هو بيصنعه بمزاجه واللي بيفصله زي ما هو عايز، لان احلام اليقظه بتاعته مفصله زي ما هو عايز وبيمسك نفسه بالشكل اللي يعجبه، لكن الواقع بيبقى صعب انه ايه؟ انه يتغير. وعشان كده هو بيهرب الى احلام اليقظه، وده بيبقى صعب علاجه وبياخد وقت، عشان انت طول الوقت بتبقى تحاول تخليه ايه؟ يعيش الواقع ويعيش بمبدا هنا والايه؟ والان، هير اند ناو، وبيبقى صعب جدا، وبنعلن انه ادمن احلام اليقظه، فبياخد وقت ومجهود، لكن لابد انك انت تخليه يشوف مزايا الواقع، واذا كان عنده مصاعب في الاساسيات اللي ما بتخلوش يفهم المواد اللي هو بيذاكرها، فبتوجهه الى ان حد يساعده في الاساسيات عشان يخليه يقدر ايه؟ ينجز. في ناس بقى طبعا محرومين من الحنان فبيتخيلوا ده، ويتخيل ان هو اتولد لاسره غير الاسره دي، وان الاسره دي اسرته يعني فقدته او ده، والاسره دي خدته كده وايه؟ وربطه، وان اسرته في يوم من الايام المصريه اللي هي الاسره الغنيه الجميله اللي هو بيتخيلها هتيجي ايه؟ تاخده وهتيجي ايه؟ تعوضه عن الحرمان والمشاكل اللي هو فيه. طبعا ده احلام يقظه ايه؟ يعني فيها تعويض جامد قوي. بس ده احيانا يحصل في حالات الذهان يا جماعه. يعني في حالات السكيزوفرينيا كان في عندي بنت مراهقه وكانت جايه مصره ان ابوها وامها مش هم ابوها وامها، وان ابوها وامها هو عادل امام ويسرى. يعني هم دول ابوها وامها، وهي متمسكه جدا بانه دول لازم يبقوا ايه؟ ابوها وامها، وان دول اللي بيجوا دول لا، دول خاطفينها وعايشينها معاهم كده وبيدعوا لهم هم ايه؟ ابوها وامها. ايه اهميه التعاطف ومشاركه الاخرين؟ هل ده مهم ولا احنا ما نقدرش نتعاطف مع الاخر؟ تفتكروا لو تعاطفنا، الشخص اللي يقدر يتعاطف ويحس بالاخر هو اللي يقدر يساعده ولا الشخص اللي ما يتعاطفش؟ يعني احنا لو ما فيش تعاطف مننا مع هبه، حد فيكم قدر يتعاطف مع هبه؟ ليه؟ قولوا ليه؟ لانه هي مش متعاطفه مع نفسها ومش عايزه الجزء الصحي اللي جواها يستمر او يظهر ويحقق وجوده، ومستسلمه للجزء المرض اللي احنا كمعالجين بنرفضه وبنحاول انها ايه؟ تتخلص من الجزء المرضي وتنمي الجزء الصحيح اللي جواها اللي هي كبتها واللي هو مخليها
تهرب من واقع الواقع وتبين انها مريضة. عشان كده طول بتكره هتقدر تساعدها. عشان كده زي ما شفتونا كده بنتعامل معاها احنا كنا متعاطفين. لا ما كناش متعاطفين لان هي نفسها مش متعاطفه مع الجزء الصحي اللي جواها ومتعاطفه مع الجزء المرضي. واحنا مهمتنا ان احنا ايه؟ عشان كده لازم نخلي بالنا من الحكايه دي ونبقى برضو موريين للمريض ان احنا مع الجزء الصحي اللي فيه لكن احنا مش ضده. ها؟ نبقى موضحين الحته دي كويس قوي لانه لو ما اكدناش على ده هيفهم ان احنا ايه؟ ضده وان احنا مش عايزينه يخف وبالتالي عمره ما هيخف لا عندنا ولا عند غيرنا. الدور التاثيرات بقى، هل احنا بنتاثر يا جماعه باللي حوالينا؟ هل احنا بنتاثر بالاشخاص اللي احنا بنتعلم منهم؟ هل احنا بنتاثر بنصائح الاب والام؟ هل احنا بنتاثر بالاخرين؟ ولا احنا ما بنتاثرش واللي بيتقال ملوش اي قيمه وما بيساعدناش؟ لا في طبعا في ناس عندها قابليه للتاثير وبيبقى حياته الاجتماعيه بتتاثر بغيره بشكل كويس وفي ناس بترفض. يعني اللي بيميلوا للتاثر دول زي علاقه الاستاذ بالتلميذ. اساتذه كتير بيأثروا في ايه؟ بتلاميذهم وبيخلي بيبقى ايه؟ من خلال المبادئ بتاعه الاستاذ والقيم بتاعه الاستاذ وما يعلمه للتلميذ بتبقى جزء من تكوينه او علاقه الاب بابنه. فالشعور الاجتماعي هو اللي بيخلينا نتقبل او نظهر التقبل للتاثيرات القادمه من الاخرين. واحسن طريقه للتاثير في الاخرين لما نحس بمشاعرهم ونحس انهم فعلا. يعني لو جالك مريض والمريض ده مش حاسس بامان لان انت ايه؟ بتشتغل مع ابوه وهتقول الكلام اللي هو ايه؟ ابوه اللي هو قاله لك المريض هتقول ايه؟ لابوه. يعني انت هتفتن ايه؟ عليه. هنا لما انت هتفتن على ابوه ده قصدي عليه لابوه ده هيديله احساس بالامان ولا هيحس انك انت مش قابل للثقه؟ وبالتالي مش هتقدر تاثر فيه. انما وقت بيحس انك انت فاهم وحاسس بمشاعره وفي نفس الوقت بتديله الاحساس بالامان انت كده هتقدر تغير في المريض ده. عشان كده بتكون احسن طريقه للتاثير في الاخرين لما الحاجتين دول يتصابوا. طبعا الطفل لما بيتكبت بيعمل ردود افعال مع اللي بيتعامل معاه بسلبيه واحيانا يتعامل بشكل عدوان سلبي. والطفل ده بيبقى كاتب ومستسلم زي مين؟ زي شيماء تاخد على دماغها وايه؟ مستسلم. وطول طفولتها كان في اكتئابات واحباطات كانت صدمه عاطفيه وبرضه خضعت للاسر وصدمه عاطفيه ثانيه وبرضه خضعت للايه؟ للاسر برغم ان الشخص اللي كانت مخطوبه له ودفع لها شبكه وكده اللي بالصعيد اللي كان هينقلها نقله للصعيد كانت بتحبه وشايفه شخص كويس ويعتمد عليه الا انه برضه ايه؟ الطاعه العمياء اللي فرضوها عليها خلاها ما عندهاش شجاعه انها تاخد قرار وانها ترفض لانها عندها طاعه عمياء لصالح الاسره. انا كنت دايما اقول انه احنا لما نربي اولادنا كنت بقولها في التلفزيون كتير قوي هل يا ترى احنا بنربيهم عشان يبقوا عبيد لنا نقول لهم كذا فيقولوا لنا سمعا وطاعه ولا احنا بنربيهم عشان يبقوا اسياد وفاعلين لمجتمعهم؟ للاسف الشديد الامهات دايما تيجي تشتكي تقول لك الولد ما بيسمعش البنت ما بتسمعش الكلام وعايزاك تخليها تسمع الكلام والولد يسمع الكلام. هل انت هتبقى صح لما تمشي في صف الام
وتخلي الولد او البنت يسمع الكلام، يعني انت خدام اللطافة وخدام الفلوس اللي بيدفعوها لك، ولا انت هتشوف موقف الولد وتساعده وينضو حتى لو انه يرفض قيم واخلاقيات الاب بحيث انه يبقى نفسه، هتعمل ايه؟ واذا عملت كده وانا خسرت ناس كتير بسبب الحكاية دي، ان انا بساعد المراهق انه يبقى ايه؟ نفسه، وانه يكون نفسه زي ما هو عايز. الاب ما يعجبوش يا دكتور انت خليته بقى مستعوى علينا وما خليتوش يسمع الكلام وبقى بيقنعنا بمنطق وكده وما بنبقاش عارفين نرد عليه نقول ايه. انت بوظت الولد، بوظته عشان خليت الولد ايه؟ له شخصيه. فللاسف الشديد وساعات البنات تيجي كده وتقوم تقول لك ايه، يعني انا لما كنت اداها وهي كانت عندها من 30 سنة أو 40 سنة مثلا، لما كنت عندها كنت أمي تشكر فيا أسكت وأعترف نفسي، هي مش كده ليه؟ أنا عايزاها تبقى إيه؟ عايزاها تبقى إيه؟ أو ده الصح. فطبعا إحنا كده داخلين في مشاكل، داخلين في مشاكل مع الأبهات والأمهات، عشان كده أنا كنت دايما بقول لهم هل إحنا بنربيهم عشان يبقوا عبيد لينا يسمعوا كلامنا، ولا عشان يبقوا ناس محترمين وفاعلين في المجتمع ومعتزين بنفسهم؟ كنت دايما بقول كده، وانا ربيت ولادي على كده، وكنت بصطدم مع زوجتي كتير لانها كانت عايزاهم يسمعوا الكلام ويبقوا زي ما هي كانت تسمع الكلام من امها وابوها. لا طبعا، لان ارفض واحتاج وابقوا زي ما انتوا عايزين. يعني ده هو الصح، مش ان احنا نبرمج العيال بالطريقه اللي عشان يبقوا متبرمجين وهيبقى الولد مؤدب ومحترم، بس هو زي ما هيطيعك ما هو هيطيع العصابات اللي هتاخده بعد كده. ما هو في عصابه هتاخده ولا نصابين هيسيطروا عليه وياخدوه في جماعه ارهابيه، وساعتها زي ما كان خاضع ليك هيبقى خاضع ليه؟ ليه؟ لانه ما اتعلمش يقول لا، اتعلم يقول لا، اتعلم يقول اه، ما اتعلمش يقول لا، فبقى خاضع وبقى طائع بيطيع طائع عمياء. فانت ربيته تربيه خاطئه وخليته شخص عبد ممكن اي حد يسيطر عليه، ما خليتوش سيد معتز بنفسه وبيشغل عقله وبيقول اه لحاجات وبيرفض ايه؟ حاجات. فهنا الجماعات الارهابيه بقى بتسيطر على دول وتاخدهم وتعمل لهم اتباعهم. افراد العصابات يصدر اوامر للشخص وهو قاعد في التكييف وفي مكان جميل وتحت وحواليه حراسه، ويصدر امر لمين؟ للي لابس حزام ناسف انه ايه؟ انه اه نفذ وهتدخل الجنه. طب ما تروح انت تدخل الجنه يا ريس. لا، هو ما يروحش يدخل الجنه، انما العبيد اللي تحت ايده هم دول اللي ايه؟ يدخلوا الجنه. خيمه تقيل. يعني مره واحد ظابط كان راكب مع اثنين مقبوض عليهم، وبعدين ايه قبضوا عليهم وهم لابسين ال، فبيكلموا بعض الاثنين والظابط سمعهم بيقول لهم حرمونا من ان احنا نفطر في الجنه. كانوا يروحوا يفطروا في الجنه لما يمسكوا نفسهم، كان هيبقى افطار الجنه مستنيهم والحور العين مستنياهم والخيمه الثقيله اللي على دماغ اهاليهم، وهم هيموتوا بني ادمين ويمسكوا ناس في محطه مترو. ينفع؟ ما هي بتاع العمياء والغباء. فعشان كده مهم عاون العباء ينتبهوا، وكان اهو ويتفخر بعبوديته وطاعته، ويا سلام طول ما هو مطيع يبقى محبوب قوي من امير الجماعه. الشخص الطبيعي بقى يتقبل التاثيرات الخارجيه ولكن بالمنطق والعقل والتفكير الايه؟ الناقد. ده الشخص الطبيعي. وشعور الاجتماعي لم يتشوه، يعني ما عندوش اداء للمجتمع. في الشخص المتعطش للسيطره، وده طبعا شخص صعب المراس ومش سهل انك تاثر عليه. وللاسف دايما الابهات زي ما قلت لكم ما يشتكوش الا من عدم الطاعه، ولا يشكون من الطاعه العمياء.
بالمناسبة أنا كاتب هنا سكيز. سكيز دي اللي هو الاسكيزوفرينيا. والدكاترة عارفين إن مرض الفصام عشان نشوف الطاعة العمياء عند مريض الفصام. إن أنا أمسك القلم وأرمي له القلم على الأرض وأقول له هاته بتساهم. يروح المريض رايح عشان يجيبه بإيه؟ بتساهم. دي اسمها إيه؟ طاعة عمياء. طبعا احنا ما بنخليهوش يوصل عنده يجيبه بالسعر، احنا مجرد العين بدا يوقف هيجيبه خلاص اعرف ان دي ايه؟ طعم عمياء وده جزء من الفصام. يعني الاهالي كانهم بيربوا ولادهم انهم يبقوا ايه؟ فصاميين. بيبقوا عقلهم وينفذ اللي يتقال لك، فطبعا انا لما ينفذ اللي يتقال له اعمل اي حد مسيطر عليه ويقول له نفذ اللي يتقال لك ينفذ. طبعا انقاذ الافكار عشان يبحث عن العظمه اللي جواه دي طبعا يعني الطريقه اللي بتربي بها الاسره طفلها. هل هي فعلا بتدفع طموحات الطفل انه يحقق ذاته ويبحث عن العظمه اللي جواه، ولا عايزاه يخضع للسلطه ويبقى شخص خاضع ومستسلم؟ طبعا في ناس بيربوا ولادهم خاضعين حتى للخرافات. يعني لما يبقى راجل استاذ في كليه العلوم وابنه يقول له فصام، وبعدين ايه يقول يا الواد اتلبس، ويلف بيه على الدجالين، والدجالين بقى يلعبوا بيه، اديله الميه اللي مقر عنها عليها القران دي، واديله العسل ده، وحمل له الميه دي، وعشان تخلص من العفريت، والولد عنده فصام. ويجيني بقى بعد 3 سنين لما يكون الواد انهار خالص وصعد في اولى هندسه 3 مرات وخلاص ما فيش منه فايده، يقوم جايبهولي بقى لانه ايه؟ الدجالين ما نفعوش. فجايبهولي يقول لي ايه؟ يعني اخر حاجه الشيخ قال لنا ان هو كده ما عليهوش حاجه والعفاريت اللي عنده طلعت وبس، قلت له الدكتور النفساني بقى عشان نخلص الباب. يعني بيرميني انا الزباله. يبقى زباله، فبيرموهولي عشان انا اتصرف بقى في الزباله بعد ما هو ايه؟ بوظها خالص وخلي الواد مفيش، دمره بالاوهام اللي هو عايش فيها انه عفريت لابسه ومش عفريت لابسه والكلام ده. طبعا مفيش حاجه اسمها عفريت ومفيش مس ومفيش حسد، كل ده كلام فارغ. هتقولي لي مذكور في القران في محاضره، برد على كل ايه، والمحاضره دي موجوده على اليوتيوب. اتفرجوا عليها عشان تفوق وتحاربوا الدجالين اللي بينصبوا على الناس. ابسط حاجه يروح قايل للراجل او الست من دول انت عايزه يتعمل لك حجاب، ويجيب مشرط يروح يتشرط فيها عشان يطلع الدم الفاسد. هو في دم فاسد ودم صالح يا دكاتره؟ في جسم البني ادم دم صالح ودم فاسد؟ ولا الدم دم معاكسك والدم غير معاكسك؟ والدم المعاكسك هو اللي بيحمل الاكسجين، والدم اللي مش معاكسك اللي هو جاي من الاوردة. فهو بقى يروح مشرط فبيطلع الدم اللي طلع من الاوردة، لان الاوردة على الوش. فالدم يطلع من الاوردة ازرق مزرق عشان الايه؟ ثاني اكسيد الكربون اللي فيه والاكسجين اللي فيه قليل. انما الدم التاني الاكسجين فيه زياده، فده ما بيوصلوش لان الشرايين عميقه. فطبعا يروح مشرط فينزل له الدم الايه؟ اللي كله ثاني اكسيد كربون ومزرق، يقول له شوف الدم شكله ايه؟ اهو ده الدم الفاسد. دم فاسد ايه وخيبه ايه يا متخلفين؟ فوق عشان فيكم كتير بيبعت اهله للحجام ويقول لك ان ده محتجب. لا ما احتجبش، وكل دي خرافات. لازم الناس تفوق وانتوا اللي هتفوقوهم، واتفرجوا على المحاضرة واستوعبوا كل كلمة فيها رد على كل آية في القرآن وتفسير ليه. كل حاجة يقول لك أصلها في القرآن، طب ما يأجوج ومأجوج في القرآن ما تعملوا بيهم. فالسحر والمس والحسد دي مصيبة، وللأسف الشديد بيربوا الولاد خاضعين للخرافات. وإيه ويقول له اتحسبت، أنت اتحسبت. من ساعة الولد كان كويس ومتفوق في الثانوية العامة وجاب 97
ودخل كليه الهندسه او كليه الطب وكده كان 100 100. بس بقى الجيران قاعدين بقى رصدينه عشان ولادهم خايبين فحسدوه. فالولد بقى في سنه اولى هندسه بعد ما خد اعدادي ونجح في اعدادي جاله الفصام في ايه؟ في اولى هندسه. ليه؟ لان الفصام اساسا بيجي من سن 15 ل 30. مش انتوا عارفين كده يا دكاتره؟ بيبتدي الفصام من سن 15 ل 30. فلما الولد كان كويس لما خد الثانويه وكان شويه ها في اعدادي هندسه وعشان كده ما جابش تقدير قوي وما دخلش القسم اللي نفسه فيه لانه كان بدا عنده مقدمات الايه؟ الفصام اللي هي المراحل الممهده عارفينها طبعا. وبعدين بعد كده في اولى هندسه بقى خلاص ما نفعش لانه بقى في الفصام الجامد بقى الولد اتحسن. هيجيب له محمود حموده؟ لا هيجيب الشيخ عشان يعمل له الرقيه الشرعيه ويعمل له مش عارف ايه ويقرا له ايه ويهبب له ايه ويقعد بقى يعق كده لغايه الولد ما يتدهور خالص ويدخل في مضاعفات الفصام. وبعد كده بقى يبقى ايه؟ او محمود حموده قاعد هيروح فين؟ يبقى الدكتور في الاخر. يعني كلام تهريج وحاجه تجنن في عصر احنا فيه الفضاء يعني الفضاء في عالم تاني دلوقتي وفي اكتشاف كواكب عشان يعيشوا عليها وفي موبايل في ايدك بيخليك تكلم امريكا ولسه عمال تقول لي ده عنده لبس وعلى كل حسد. ما تحسدونا والنبي نتنياهو والنبي شوفوا لي الحساد يا سعيد شوف الحساد كده مين يعرف حساد في دول وخليه يجيبهم ويحسدهم في حساد نتنياهو. ولو في حد بيعمل سحر خليه يجيبوه وانا هدفع له على حساب بس يعمل سحر لنتنياهو يتسفر ولا لاسرائيل يتسفر. اشمعنى السحر والحسد ما بيجيش الا للخيمه بتاعتكم والخيمه بتاعت ولادكم؟ اشمعنى؟ مش لفوق؟ لا ما نفوقش. هو السحر معمول لنا احنا مخصوص. ومرات اخوه عشان ما بتغير منه عملت له السحر. ورشحوا له على الباب. يا اخوانا طب هاتوهم يعملوا نتنياهو عشان نخلص منه ومن اسرائيل؟ لا. احنا بس هو السحر اصله السحر على قده يعني. سحر قصير المدى. ما فيش سحر طويل المدى يوصل لنتنياهو. شفتوا الخيبة؟ ونتنياهو يعطي الهدية في إيران وهو بعيد عنه مئات الأميال. بالإيه؟ بالعلم والتخطيط والتكنولوجيا. أدب. لكن مش بالحسد ولا بالسحر بتاعه. خلي العرب عايشين في السحر والحسد والمس وخليهم هم يسيطروا على العالم بتقدمهم العلمي وذكائهم. كانتكم خيبة. طبعا احنا بنتاثر بالايحاءات وكل واحد فينا عنده قابليه للايحاءات بس القابليه دي مش زي الناس مش زي بعضها. ففي واحد بيتقبل التاثيرات قوي ويتاثر بيها وفي شخص ناضج ومستقل ما بيتقبلش التاثيرات. ففي حد تقول له انت اتحسدت؟ يقول لك اه فعلا هما الراجل الجرنة ده قاعد باصص لي في الطاقة والنازلة. واحد تاني تقول له انت اتحسدت؟ يقول لك اتحسدت ايه؟ مفيش كلام فارغ. اشمعنى ما بيحسدوش اسرائيل؟ بيحسدوني انا يعني. ها فده بايه؟ ده عقله شغال وناقض. ايه راي عندك في القبول او رد الاراء بقى؟ بيقول ان البشر نوعين. نوع يبالغ في تقدير اراء الاخرين وده اللي عنده قابليه للايحاء. وده بقى اللي بيخلي استاذ كليه العلوم المحترم يروح بابنه للدكان فالدكان يقول له ايوه ابنك عنده مس ومعمول له عمل والعمل مدفون في مقبره مش عارف فين وهجيبه لك. ويقبل استاذ كليه العلوم يقبل الكلام اللي بيقوله ده عنده قابليه للايحاء ولا ما عندوش؟ عنده قابليه للايحاء. وطبعا واحد تاني معتز بنفسه وبرايه يقول لك لا لا ايه ده؟ لا انا ارفض ان ما يمشيش مع عقلي ويعتز بعقله ومنطقه ويرفض.
بس في بقى طالما حد بيرفض كل حاجه واخد موقف الانات وايه ومضاد للسلطه ومضاد لكل حاجه فده بيرفض. واحد تاني عنده ايحاء واكبر كل حاجه لا ده صح ولا ده صح. فالاولاني بيعبر عن ضعفه بالخضوع والاستسلام للايه؟ للي يسمعه. والتاني يعبر عن ضعفه وعن عجزه وعن الاصغاء فعشان كده هو شديد الايه؟ التعصب وبيرفض راي الايه؟ الاخرين. نيجي بقى لعقدة النقص بتاعت مين؟ أكبر. تبقى عنده عقدة ايه؟ نقص. هنا بيقول ان الاطفال اللي بيعانوا اعاقات و طبعا بتاثر على انهم يستمتعوا بحياتهم وبيبقوا مختلفين عن الاخرين اللي هم ما عندهمش نفس الاعاقات دي. فالولد اللي ما عندوش اعاقات بيلعب مع زمايله وبيجري وبيتنطط وبيستمتع بكل حاجه، والولد اللي عنده اعاقات ما بيستمتعش. فدول بقى ممكن ينشغلوا بانطباعاتهم ويعيشوا الاعاقات والاعاقات تاثر عليهم بحيث انها تخليهم عندهم موقف عدائي من العالم. يعني اللي عنده موقف عدائي من العالم ده هيبقى عنده صراع مع الاخرين ولا هيشترك معاهم ويبقى اكثر اجتماع اكثر اختلاطا واكثر انجازا في المجتمع؟ طبعا لا، هيشعر بالرهبة وياخد موقف القلق وبيحتمل الموقف دوني وطول الوقت ايه؟ يعني غير قادر على الاستمرار في الحياه. مع اني قلت لكم هاوكينج اللي كلمتوه عنه المره اللي فاتت، الراجل عنده شلل الاربعه ومع ذلك عمل نظرية كونية هائلة جدا وتعتبر أول نظرية كونية قوية وأفهمت كل العلماء. فالشعور بالدونية هو القوة اللي بتخرج أو اللي بتاخد منها كل دوافع الطفل. يعني ممكن الطفل يبقى عنده إحساس بالنقص والدونية ولكنه ياخد ده دافع لأنه إيه؟ يحقق إنجازات ويعوض يعمل تعويض. وعشان كده قدر عمل ده وبعد ما كان عنده عقدة النقص حدد لنفسه اهداف. وبيقول انه القدره على التعلم بتتدمر بعاملين اثنين بس، وجود مشاعر دونيه كبيره ومبالغ فيها وغير محلوله. يعني لو عندك طفل في المدرسه ومواديه وبتصرف عليه وبتديله دروس وكل حاجه لكن عنده مشاعر دونيه مسيطره عليه وفي نفس الوقت ما انتش بتساعده في حلها، الفكر ده هيتعلم ولا تدمير التعليم هيحصل؟ الثاني وجود هدف ما فيهوش الامان والمساواه الاجتماعيه ولكن هو عايز يسيطر بس على الايه؟ على المحيطين بيه. وهنا هتبقى كل مشكلته انه يسيطر ازاي على زمايله ويفقد وجوده ويخلوهم ما يتنمروش عليه، وبالتالي مش هيتعلم برضه. يعني الاولاني مش هيتعلم والتاني مش هي ايه؟ مش هيتعلم. وكل طفل بيجد نفسه غير قادر على الحياه باستقلال اللي هم عندهم مشاكل وعندهم اعاقات و لا يثق في قدراته على انجاز المهام حتى السهل منها. يعني عايز حد يعمل له دايما حاجه وتتولد عنده فكره العجز، ودي احيانا بتحصل عند بعض البالغين اللي بيحاولوا عن عمد انهم يشعروا الطفل بعجزه. يعني ساعات الابهات بيحاولوا يشعروا الطفل بعجزه ولما يجي يعمل حاجه لا خليك انت بلاش انا هعملها. حد تاني يعملها، انت مش عارف ايه، ده هيخلي الطفل يثق في نفسه ولا تخليه يفقد الثقه بالنفس؟ هيفقد الثقه بالنفس. عشان كده انت هتزود احساسه بالعجز وهتدعم فكره العجز اللي عنده. لكن بعض الناس بقى يعتبر ان الطفل ده يعني ملكيه قيمه جدا، زي اللي بيقول لمراته انت اصل جوهره وجوهره ثمينه جدا، وعشان كده اللي عنده جوهره بيختار خزنه ويقفل ايه؟ عليها. فانت برضه ايه؟
انا هقفل عليكي كأنك جوهره ايه ثمينه وقيمه. هل الكلام ده حقيقي وهل هو صحي ولا ده كلام مرضي؟ طبعا كلام مرضي، لانه هي مش جوهره وما هيش شيء. وكنا بنقول في الوجوديه ات، انه بيحول البني ادم الى ايه؟ الى ات، الى شيء. وهذا التشيع للبني ادم بيفقده ايه؟ قيمته. عشان كده اهو يعني يقول لك الولد بقى يتحط في ايه؟ باترينا ونحافظ عليه ويعني نحرسه ونحفظه كممتلكات ثمينه وقيمه. طبعا عدم التعامل مع الطفل بوعي كافي يا اما يصر مننا انه غير مهم وملوش حقوق، وعليه بقى انه يسمع الكلام ويبقى هادي وعنده دايما خوف ومستعد انه يتحمل سخريه الجميع. وبيقول انه تسخيف اقوال الاطفال في مصاف الجرائم الكبرى، يعني لما طفل تسخف كلامه او تسخر منه يبقى انت ايه؟ عملت جريمه كبرى. وطبعا الكلام ده اخذوه الامريكان، وما عندهم الطفل هو رقم واحد في الحمايه والرعايه والايه؟ الاهتمام. وده حاصل يعني حد زميل لينا تنزلنا زمان راح امريكا مده سنه وكان واخد مراته وولاده الاثنين معاه في السنه دي. وبعدين ابوه وهو بيضربه كده الساعه خبطت في جوال فعملت خدش هنا كده. فالولد راح المدرسه فقالوا له ايه اللي عمل فيك كده؟ قال لهم ابويا وهو بيضربني الساعه ايه؟ خدشت الحته دي. يا دوب الولد قال كلمه كان عند ابوه في البيت هو بترقب عليه عشان تحاكمه، وقال له تعهدوا عليه انه يا اخي اخذ عليه تعهد لو ضرب الولد تاني الولد حي ايه؟ هيتاخد منه، والولد التاني كمان هيتاخد منه ويضربه بمعرفتهم هم. الى هذا الحد شوفوا قدر هو اللي اداهم المبادئ دي، لانه قال لهم انه مجرد انك تسخف اقوال الطفل كانك عملت فيه جريمه كبرى، فما بالك بقى لو ضربته. فعشان كده مش قلت لكم في المحاضره الاولانيه ان الامريكان عجبهم قوي كلام قدر بنظريته عن رعايه الاطفال وتربيتهم، وان تربيتهم تربيه اجتماعيه بحيث يبقوا اشخاص فاعلين في المجتمع. اهو قال لك ده بيسيب اثر لا يمحى، وعشان كده هيرجع في مرحله البلوغ يعيش تاني ازمه الكلام اللي اتعلمه من هو صغير والكلمه اللي اتعلمت له وسفهت منه وهو صغير هيعيشها في المراهقه، وممكن تخليه يبقى عنيف، ممكن تخليه يبقى مدمن، ممكن تخليه يبقى مريض او منحرف. فعشان كده قالوا هيفضل عنده عجز عن التعبير عن نفسه وعنده خوف، وانه يظهر كاحمق مره اخرى فهيبقى عنده سوشيال ايه؟ فوبيا، ويخاف يتكلم قدام الاخرين لانه الاهانه اللي اتعرضت له وهو صغير كتير. على فكره لسه كان عندي حد امبارح اتهان وهو صغير قوي، والاهانه ديت كان الاب موجود والمدرسه، الاب مدرس في المدرسه والمدرسه في المدرسه، وبعدين المدرسه طلعت الولد غلطان، فالولد رد عليها قال انا مش غلطان وما تاسفش، فابوه ما كان منه الا انه ضربه قدام المدرسه في المدرسه. الولد بطل ايه؟ يتكلم وبطل يدافع عن نفسه، وبقى ايه؟ يعني يمشي مشلول يمين يمشي، مشلول شمال يمشي، ومبقالوش شخصيه، وبقى مكتوب طول الوقت، وبقى عنده خوف انه يعبر عن نفسه لحسن ايه؟ يحصل له اللي حصل له لما عمل ده وابوه ضربه قدام المدرسه كلها. احيانا بقى بيتلقى الطفل اكاذيب سخيفه من الوالد ولغه سخيفه ملهاش لازمه، وبعدين يروح المدرسه قالوا ان الولد ده لاحظوا عليه انه ما بيتوقفش عن الضحك في المدرسه لدرجه انه بيفتكر ان المدرسه هي كمان لعبه زي اللي ابوه بيلعبها عليه في البيت،
وعنده على الحكايه كلها لعب في لعب، فعشان كده بيضحك في المدرسه وفاكر المدرسه نكته زي ما ابوه بيعملها في البيت. وعشان كده الولد ما هوش ايجابي ولا جدي في المدرسه، واخدها على انها لعبه وبيضحك طول الوقت. طبعا الكلام ده العيب في مين؟ العيب في الاب اللي بيعمل حاجات في البيت على انها لعبه وهي سخريه، وبعدين الاطفال يقعوا فيها على انها لعبه فيبتدي ايه؟ يكررها تاني، لدرجه ابنه الولد او العيال في المدرسه، ودول شافوا محضر فعلا، دي حالات شافها في المدرسه، شاف حالات الاطفال بيضحكوا على اي حاجه في المدرسه وكانها نكته. لما يقولوا لهم هم وقفوا طابور ولا مش عارف ايه، اي تعليمات بتتقال هي نكته زي ما ابوهم بيعملها في الايه؟ في البيت. ازاي بيتم التعويض واسهل الانسان للتفوق؟ طبعا لما يبقى في مشاعر دونيه وعدم كفاءه وعدم الثقه بالنفس بتحدد هدف الشخص من حياته. وطبعا احنا كلنا عندنا حب الظهور، ومن خلال حاجتنا للاهتمام نحدد هدفنا في التفوق عشان نلفت الاهتمام وناخد قيمه. وده طبعا بيدي قيمه من الخبرات بتاعتنا وبينظم مشاعرنا وبيشكل خيالاتنا طبقا للهدف بتاعنا، وبيساعد القوه الخلاقه اللي فينا بتحدد ده وبتخلي المشاعر بتاعتنا او قيمه المشاعر نسبيه، كنا نفتكر ايه وننسى ايه، وكل ده بتعمله النفس الخلاقه جوانا. وطبعا اذا وصلنا للهدف المحدد فبقى فيه نشاط، وبقى فيه اختيار لهدف نهائي زي ما قلنا. وطول ما فيه اختيار لهدف، يعني الاحساس بالنقص مع تحديد هدف مع سعي حسيس نحو الهدف بواسطه النفس الخلاقه، يوصلنا الى انجازات والى تحديد اتجاه، والاتجاه ده بيبقى كانه نقطه ثابته كده متخيله. هذه النقطه بتبتدي كانها نقطه جغرافيه مش خياليه لدى الشخص، والنقطه ديت بتبقى نقطه الارتكاز بتاعته، وبيشوف هو بيعلى عليها قد ايه او بينزل منها قد ايه، بحيث يعمل تقييم لنفسه وكفاءته حسب هذه النقطه اللي هو محددها لنفسه. وطبعا ده كل ما حصل لمين؟ لعنتر. وعشان كده هو بيأكد عليه في السعي والتعويض، وانه اي حد عايز يعمل ده يعمله، لان هو عمله وكان عامل لنفسه نقطه ثابته، وكانت النقطه دي دايما قدامه، وشوف هو بيعلى عليها قد ايه، وبيحقق انجازات قد ايه، وساعات بيقل عنها قد ايه، وهي دي المقياس بتاعه اللي هو بيحدد عليه انجازاته. وطبعا بيقول احيانا انه الطفل ممكن يحول الشجاعه الى وقاحه، او الطاعه الى جبن وخوف، والرضا الى محاولات للسيطره على الاخرين. يعني هي اللي جت عندنا دلوقتي هي عنيفه، هي متصادمه، هي عنيده، ابدا ده هي زي ما قلت لكم كده لا بين الدفرنس، يعني ما فيش تمييز لاي انفعالات، وهي مستسلمه للاعراض المرضيه بتاعتها، وفي نفس الوقت هي اللي هي فيه ده بتسيطر على الاخرين عشان يبقوا دايما في في خدمتها، وطبعا مستعمله في ده الاعراض المرضيه بتاعتها. فطبعا يعني بيقول طبعا ده بيختلف عن حد تاني بيسعى لتحقيق الهدف النهائي بالسعي والجديه. وبيقول انه الشخص اللي بيبقى عنده احساس بالضعف بيعمل مجهود، المجهود ده بيقويه، زي ما القلب بتاعنا لما نعمل مجهود ويبقى قلبنا ضعيف يقوم القلب بتاعنا يتضخم عشان يقدر يحتمل هذا المجهود. فكانه الجسم بتاعنا
بتاعنا بيعمل اللي احنا بنعمله في الحياه، كلما عملنا مجهود اكتر، كلما كانت طاقتنا احسن، وكلما قدرنا نحقق ونتغلب على مشاعر وعقد النقص اللي جوانا. وطبعا قال السعي للتعويض، طبعا كل ما استخدمت القوة اللي بتكتسبها من البيئة وقدرت تسيطر على القوة المضادة في البيئة، كل ما قدرت تعمل التعويض. وطبعا كل دي حاجات بنقول فيها ان التعويض والسعي للتفوق بدافع الاحساس بالنقص، وان بيبقى عنده احساس بالنقص ويبقى عنده خطه وهدف واهداف نهائيه بيقدر يصل لها. ومش مهم ابدا ان يلقى دعم من الاخرين قد ما يكون هو مقتنع بس باللي هو بيعمله. طبعا بيقول ان في حد ممكن يبقى اناني ويستغل الاخرين ويبقى بيظهر ان هو متعاون، ولكن هو متعاون من اجل ايه؟ مصلحته. وممكن يستغل الاخرين بذكاء ويبقى اناني ويبقى عنده غرور متفاخر بنفسه ويبقى شايف ان الاخرين لعبه في ايديه. وطبعا ده بيبقى شخص خطر جدا، و يعني بيتلاعب بالاخرين بذكاء شديد جدا. يعني هو ضرب امثله بناس او بشخصيات قدرت انها تنجح، ولكن بتنجح بايه؟ بالاهداف الاخرين وبالخبص وباستغلال الاخرين. وللاسف الشديد الاخرين بينخدعوا بيهم وبيصدقوهم. طبعا المحاضره كلها حوالين فهم النفس وفهم النمو الشخصيه وأمثلة من عقد النقص ومحاولات التعويض والواقع الاجتماعي اللي اهتم بيه أدلر أساسا، وساب الواقع البيولوجي اللي كان بيهتم بيه فرويد وركز على الواقع الاجتماعي. وعشان كده الكلام بتاعه كله تركيز على الناحية الاجتماعية وما يكتنف هذه الناحية الاجتماعية من أبعاد العلاقات بتاعت الأب والأم وعلاقات المدرسة وعلاقات الرفاق. وإنه اللي بيحدد أهداف وبيستمر في الاتجاه باستخدام الذات الخلاقة بيصل إلى هذه الأهداف. وطبعا نعود إلى قاهرتنا الجميلة ومصر على القاهرة على ضفاف النيل الجميل. أشكرك.